مساء النور والبركة، النشرة الإخبارية من تلفزيون سما، إليكم أبرز عناوينها. وزير الدفاع الروسي: الجيش الأمريكي ينهب ثروات سوريا ويدرب الإرهابيين في قواعده غير الشرعية. الشارع العراقي يغلي، دعوات لطرد السفير التركي وإغلاق السفارة، وبغداد تطالب أنقرة بسحب قواتها. الدفاع الروسية: تدمير 4 راجمات صواريخ هامرس نقلت مؤخرا إلى أوكرانيا، وإسقاط 12 مسيرة. ندد وزير الدفاع الروسي باستيلاء قوات الاحتلال الأمريكي على مناطق في سوريا وسرقتها لثرواتها، وذلك خلال محادثات جمعته بنظيره التركي خالوسي أكار في اسطنبول، وتركزت حول الوضع في البحر الأسود وأوكرانيا وعلى الوضع في سوريا. ولفت شويغو انتباه أكار إلى حقيقة أن الجيش الأمريكي موجود على الأراضي السورية كدولة ذات سيادة، ما يعد انتهاكا للمعايير الدولية، مشددا على أن الإرهابيين يتم تدريبهم في قواعده غير الشرعية مثل قاعدة التنف. وأشار شويغو في حديثه مع نظيره التركي إلى عدم شرعية العقوبات أحادية الجانب التي تفرضها واشنطن على دمشق، كما أنها تفاقم الوضع الإنساني الصعب في سوريا. كذلك أكد شويغو على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في سوريا. اعتدت التنظيمات الإرهابية بالقذائف على محيط مدينة صقيلبية بريف حماة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية. وذكر مراسل سما في حماة أن قذائف صاروخية عدة مصدرها التنظيمات الإرهابية المنتشرة بمحيط جسر الشغور بريف إدلب، سقطت على محيط صقيلبية وجورين والبركة بريف حماة الغربي. من جانبها أدانت الخارجية الإيرانية بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي، مؤكدة أنه انتهاك سافر للسيادة السورية. هذا واستشهد 3 عسكريين وجرح 7 آخرون جراء عدوان استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق. وذكر مصدر عسكري أن العدو الإسرائيلي نفذ فجر الجمعة عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، وقد تصدت وسائط الدفاع الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها. وجهت الخارجية والمغتربين رسالتين متطابقتين إلى الجهات الأممية حول الاعتداءات الإسرائيلية التي تعرض لها محيط دمشق فجر اليوم. وقالت الوزارة أن الجمهورية العربية السورية تعيد التأكيد على احتفاظها بحق الرد بالوسائل المناسبة التي يقرها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتشدد مجددا مطالبتها مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة بممارسة مسؤولياتهم وإدانة هذا العدوان الإسرائيلي وفرض احترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة على إسرائيل. كذلك شددت الوزارة على أن الاعتداءات الإسرائيلية لا يمكن التعامل معها بمعزل عن الاعتداءات والانتهاكات الأمريكية من خلال احتلالها الشمال الشرقي من سوريا ونهبها النفط وتقديمها السلاح للميليشيات المستأجرة من قبلها.
جددت روسيا رفضها تحويل أراضي العراق إلى ساحة مواجهة إقليمية، هذا فيما تتواصل ردود الأفعال الغاضبة على استهداف تركيا لمنتجع في دهوك، حيث طالب محتجون أمام السفارة التركية في بغداد بطرد السفير. ميدانيا تعرضت قاعدة بامرني التركية في دهوك لهجوم بالمسيرات، فيما أكد مستشار الأمن القومي في العراق قاسم الأعرجي أن الحكومة اتخذت إجراءات مهمة. لا يمكن أن نمنع العراقيين أن يعبروا عن مشاعرهم وأحزانهم جراء الحادث الذي حصل، لكن قبال ذلك الحكومة العراقية مستمرة بالالتزام بتوفير الحماية للبعثات الدبلوماسية، لكن في نفس الوقت إجراءات الدبلوماسية العراقية مستمرة وبأعلى مستوى لضمان عدم تكرار أمثال هذه الاعتداءات. قوات الأمن التركية لم ولن تستهدف المدنيين إطلاقا، وبحسب المعلومات الواردة من قواتنا المسلحة لم ننفذ أي هجوم ضد المدنيين في محافظة دهوك العراقية. نحن مستعدون لإجراء محادثات مع المسؤولين العراقيين، ويمكننا التعاون لإزالة الغموض وكشف الملابسات، وإلى حين حدوث هذا ليس من الصواب إلقاء اللوم على تركيا. قتل 13 شخصا وأصيب العشرات جراء اشتباكات عنيفة اندلعت في العاصمة الليبية بالقرب من فندق راديسون بلو، وهي منطقة تقع فيها مقرات العديد من الأجهزة الحكومية والوكالة الدولية والبعثات الدبلوماسية. وقالت وسائل إعلام ليبية إن الاشتباكات وقعت في منطقة السبعة وفي عين زارة، فيما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها وطالبت بالتحقيق فيها. وفي سياق متصل، منعت مجموعات مسلحة مدعومة من جانب حكومة عبد الحميد الدبيبة رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا من دخول العاصمة التي شهدت مؤخرا اجتماعا ضم قادة عسكريين كبار من غرب ليبيا وشرقها لتسمية رئيس أركان وتوحيد المؤسسة العسكرية. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن بلاده تبلغت موافقة الرياض على انتقال الحوار بينهما إلى مستوى إعادة العلاقات المقطوعة منذ أعوام. وكشف عبد اللهيان أيضا أن الإمارات والكويت تعتزمان رفع تمثيلهما الدبلوماسي في طهران إلى مستوى سفير قريبا. من جانب ثان، طالب عبد اللهيان بضمانات اقتصادية من الولايات المتحدة لإحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي، مشيرا إلى أن الأمريكيين لم يضمنوا بعد أن طهران ستكون قادرة على التمتع بكامل الفوائد الاقتصادية. وأضاف عبد اللهيان في حوار مع التلفزيون الرسمي الإيراني أنه في هذه المرحلة يوجد نص جاهز لإحياء الاتفاق، فيما تتفق طهران مع مختلف الأطراف على 95% من مضمونه. أكد وزير الخارجية الروسي في أن توقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن عرقلة الوصول إلى اتفاقيات غذائية يثلج الصدر. هذا ووقع ممثلون عن روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة اتفاقا لتسهيل تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن اتفاق الحبوب سيخفف العبء عن الدول الفقيرة، وهناك بارقة أمل لإنهاء أزمة الغذاء، وسيخفف الضغط على أسعار الوقود. سنراقب مع تركيا وأوكرانيا شحن الحبوب على متن سفن التصدير، حيث ستغادر سفن الحبوب أوكرانيا من البحر الأسود عبر الممر المتفق عليه. الأطراف اتفقت في إسطنبول على إرسال كاسحات ألغام لفحص طرق خروج السفن من أوكرانيا، وهذا الاتفاق سيساعد على سد فجوة إمدادات الغذاء العالمية.
أعلنت واشنطن عن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 270 مليون دولار. بالمقابل أفادت الدفاع الروسية أن قواتها دمرت 4 راجمات من طراز هامرز الأمريكية نقلتها واشنطن إلى أوكرانيا مؤخرا. كذلك كشفت الوزارة عن تصفية ما يصل إلى 300 مسلح ومرتزق، فيما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 12 مسيرة في منطقة خاركوف وأراضي دونيتسك خلال 24 ساعة الماضية. دمرت القوات المسلحة الروسية 4 راجمات صواريخ من طراز هيمارس الأمريكية نقلتها واشنطن إلى أوكرانيا في الفترة من 5 إلى 20 تموز يوليو، ودمرت القوات الروسية نقطة الانتشار المؤقتة للتشكيل المسلح المتطرف المئات السود في مدرسة كراماتورسك، وقامت بتصفية ما يصل إلى 300 مسلح ومرتزق. أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 12 طائرة من دون طيار أوكرانية في منطقة خاركوف وأراضي دونيتسك خلال 24 ساعة الماضية، واعترضت قذيفتي راجمات صواريخ أورغان، كما دمرت القوات المسلحة 4 مستودعات أسلحة الصواريخ والمدفعية للواء المشاة الميكانيكي رقم 59 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في نيكولايف، وتم تصفية ما يصل إلى 30 عنصرا من الجيش الأوكراني. أعلنت الدفاع الكوري الجنوبية أنها تعمل مع واشنطن على كبح برنامجي بيونغ يانغ النووي والصاروخي. وقالت الوزارة أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعتزمان إجراء 11 مناورة ميدانية مشتركة. وكشف وزير الدفاع الكوري الجنوبي لي جونغ سوب عن خطط لتنظيم تدريبات مشتركة لمجموعة حاملات طائرات هجومية وتدريبات على العمليات البرمائية. هذا ومن المقرر أن يبدأ الحليفان تدريباتهما الصيفية الشهر المقبل. وعلى الواقع يعتقد مراقبون أن كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربتها النووية العاشرة. إلى عناوين هذه النشرة. وزير الدفاع الروسي: الجيش الأمريكي ينهب ثروات سوريا ويدرب الإرهابيين في قواعده غير الشرعية. الشارع العراقي يغلي، دعوات لطرد السفير التركي وإغلاق السفارة، وبغداد تطالب أنقرة بسحب قواتها. الدفاع الروسية: تدمير 4 راجمات صواريخ هامرس نقلت مؤخرا إلى أوكرانيا وإسقاط 12 مسيرة. ختام هذه النشرة، شكرا لكرم المتابعة، نلقاكم مشاهدينا دائما بخير.